يا مساء، فرحة كبيرة، فرحة لا توصف خويا الزوين. كنهني الجماهير الودادية، كنهني الطاقم التقني، كنهني اللاعبين على المجهودات ديالهم، الجمهور اللي ساند هنا في المغرب وخارج أرض الوطن. تحية خويا، تحية الجماهير الودادية، مبروك عنا وإن شاء الله الفينال غنديوها. الرابعة هادي، الرابعة الأهلي، جوج زيرو الأهلي إن شاء الله. ما غتنعسوش إن شاء الله، والله ما غتنعسوش. لا، خلي رجاوي اليوم خوتنا، عاونونا رجاويين خويا، عاونونا اليوم، كانوا معانا، كان روح رياضية وديما وداد، كاين على الوداد. والتاريخ يا خويا راه دا، شوف اللعابة كانوا رجال وديما حمراء، سكتنا كلشي الحمد لله، وديما المغرب وديما حمراء، كانوا رجال، كانوا رجال ديما وداد. والحمد لله، مباراه كانت جميله. واخا البارح بقاو تيهضروا وتيقولوا لك ما غدوزوش وهذه وهذه، والحمد لله ربي ما خيبناش، الحمد لله ربي ما خيبناش، وديما وداد ان شاء الله، وغديوها ان شاء الله هذا العام هذيك، ولا كتبنا الله غادي نديوها ان شاء الله، وديما وداد. اخويا ما نكذبش عليك، شعور ما كاينش، ما نقدرش نوصفه لك بجوج كلمات ولا ثلاثه، بزاف اخويا. المهم حنا كنا تايقين في اللاعبين ديالنا، تقدر تدخل الباجات ديال الفيسبوك وتشوف الجمهور كامل كان كيدعم اللعابه، برغم انه المستوى في الماتشات الاخرين ما كانش كبير، ولكن كنا تايقين في اللعابه ومدعمينهم، والحمد لله هذيك الثقه ديالنا راه كانت في المحل ديالها، واليوم راه شرفونا وشرفوا الكره المغربيه. البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور، منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS، نربحوا الرياضة.